الجلسه ديال اليوم؟ اقوى مكان في هذه الجلسه ديال اليوم هو الهدوء اللي كيشوف فيه بوعشرين، المتهم توفيق بوعشرين كيشوف نفسه في واحد الوضع، يعني ربما انا هذا هو اعتقادي، ربما هذا الوضع هذا يخليه في الجلسه المقبله يقول للمحكمه كنطلب منكم تعفيونا من هذه الفيديوهات، وراه كل ما هو في هذوك الفيديوهات منسوب اليه، وبان يعني هذا الشيء اللي عطى الله وينتقل لمرحله اخرى ديال الاعتراف ويعفي الجميع، يعفي الجميع من الاستمرار في رؤيه معاناه ضحايا، في رؤيه يعني اوضاع مقززه، اوضاع يعني كيفاش غادي نوصفها لكم؟ تخيلوا معايا ساعه والزياده، اكثر من ساعه ضحيه حامل في واحد الوضع لمده اكثر من ساعه، وهي حامل ووضع مؤلم جدا، تقوم بلحس كل الاماكن النتنه في الانسان من ابطه من مؤخرته من كل اماكن النتنه بهذا اللفظ ودائما في اخر يوم عمل، في اخر يوم عمل يعني من سبعه اللور، وتا في هذاك الوضع في هذيك البوزيسيون كيناقش معها العمل، كيناقش معها المهام الجديده اللي عاود اضافها الى، وهي تشتكي من ضغط العمل، من شروط العمل، وكتطلب المغادره، كتطلب انه يعفيها تمشي بحالتها من هذا العمل، ومع ذلك هو مستلقي في وضع مريح جدا، ولكن لا يهمه الاخر، لان المهم هو تلبيه نزواته واستغلال مستخدمات داخل مؤسسه سأول إليه بجميع يعني جميع الأشكال، والمقابل الوحيد هو أن تقوم بعملها الكامل، عملها الوظيفي، وتقوم بتلبية هذه النزوات الجنسية للمتهم بذاك الأجر. لا يعني ما كاين حتى شي شروط تفضيلية مثلا اللي غادي يمكن، إلا أنه كباش تبقى هذيك السيدة محافظة على هذاك البوست اللي كتقضى فيه ذاك الأجر الهزيل.